مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من المهرة، الذي نستعرض فيه ونناقش معكم الأحداث والتطورات والمستجدات في المحافظة. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على استمرار التحريض ضد المهرة وتلفيق الاتهامات للمحافظة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به منذ سنوات. أهلا بكم. استنكر ناشطون يمنيون اتهامات ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا لأبناء المهرة بالتهريب والإرهاب، معتبرين ذلك تحريضا صريحا وافتراء على المجتمع المهري المسالم. واعتبر الناشطون تصريحات ميليشيا الانتقال ضد المحافظة خيانة للمجتمع المهري، ودعا الناشطون كل وسائل الإعلام المختلفة لنقل الحقيقة وزيارة المحافظة لمعرفة ما يدور فيها، مؤكدين أن تلك التهم والأكاذيب لها أغراض سياسية وخارجية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة التي تنعم بها المحافظة. وطالب الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي بإحالة كل من اتهم المحافظة بالتهريب والإرهاب إلى النيابة العامة وفتح تحقيق معهم. في السياق، أكدت لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة على لسان الناطق باسمها علي مبارك بن محامد أن أبناء المهرة لن يسمحوا للميليشيا بالعبث بأمنها أو إدخالها في أتون صراعات داخلية. بن محامد أوضح أن لجنة الاعتصام ستقف بالمرصاد أمام كل الدعوات المضللة الهادفة إلى إثارة الفوضى والصراع بالمحافظة أو جلب ميليشيا من خارجها. كما أضاف الناطق الرسمي باسم لجنة اعتصام المهرة أن المواطنين سيدافعون عن محافظتهم بكل قوة وصلابة، مشيرا إلى أن محاولات استهداف المهرة ليست أمرا جديدا، بل بدأت منذ دخول القوات السعودية في أكتوبر من العام 2017. كما قال الناطق باسم لجنة الاعتصام السلمي علي بن محامد إن تهديدات المجلس الانتقالي المدعوم من تحالف السعودية والإمارات مرفوضة من قبل جميع المواطنين في المهرة، نافيا في الوقت ذاته اتهامات ميليشيا الانتقالي لأبناء المهرة بالتهريب والإرهاب. وأشار بن محامد إلى أن المهرة تتعرض لهجمة إعلامية شرسة على أبنائها وقادتها الذين يعدون صمام أمان المحافظة ويرفضون محاولات جرها نحو ساحة العنف والفوضى. وفي سياق التهديدات التي تسوقها ميليشيا الانتقال لاجتياح المهرة، هدد زعيم ميليشيا الانتقال عيدروس الزبيدي باجتياح وادي حضرموت ومحافظة المهرة. الزبيدي قال في تسجيل مصور تابع لقناة إماراتية إن اجتياح وادي حضرموت ومحافظة المهرة يأتي بعد السيطرة على محافظتي شبوة وأبين. وأضاف الزبيدي أن الوضع الاقتصادي في منابع النفط تسيطر عليه عصابات مسلحة حسب قوله. مع كل تحريض تقوم به ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا لاجتياح المهرة، يقف أبناء المحافظة سدا منيعا وعائقا أمام كل محاولات الانتقال، ومن خلفه السعودية والإمارات لنشر الفوضى والاقتتال في المهرة. المزيد في سياق التقرير التالي. يوما بعد آخر، تواصل ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا التحشيد باتجاه المهرة بحجج واهية وأكاذيب زائفة. الجديد هذه المرة هو إلصاق تهم الإرهاب والتهريب بأبناء المهرة، وهي تهم هدفها النيل من المحافظة التي ظلت مسالمة طوال سنوات الحرب الثمان الماضية. لم تعد جديدة تلك التهم التي توجهها الميليشيا للمهرة وأبنائها الذين أفشلوا خطط السعودية في السيطرة على المحافظة، مستخدمة ذات الحجج والاتهامات التي يتشدق بها الانتقالي الذي يعمل أجيرا لدى السعودية والإمارات. مصالح محافظة المهرة وأبنائها. تدرك ميليشيا الانتقالي ومن خلفها الرياض وأبو ظبي أن الحاضنة الشعبية والقبلية في المهرة لن تقبل وجودهم في المحافظة،
في ظل إدراكها لخطط الانتقالي وأجندته المشبوهة التي تمولها أبو ظبي تحت فزاعات وتهم الإرهاب. أبناء المهرة ومعهم لجنة الاعتصام المناهضة للميليشيا والوجود الأجنبي في المحافظة يؤكدون بشكل مستمر رفضهم التام تحت أي مبرر لاستخدام قوات من خارج المحافظة وقدرتهم على الذود عن المهرة وحمايتها من تهديدات الانتقالي. ومنذ بدء الحرب كانت المهرة هي سباقة في كشف أطماع قطبي الرياض وأبو ظبي وميليشياتهما، وبات كل شيء واضحا للجميع، وأن الميليشيا تنفذ ما تمليه عليها السعودية والإمارات من مخططات لإسقاط المحافظات الجنوبية واحدة تلو الأخرى. يؤكد إذن أبناء المهرة الرافضون لمشاريع الميليشيا أنهم سيكونون سداً منيعاً وسيحولون دون سقوط المهرة بيد الانتقال مهما كلفهم ذلك من ثمن، خاصة أنهم يستحضرون سقوط مدن كعدن وشبوة. للتعليق أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل المهرية فؤاد المسلمي، أهلا بك سيد فؤاد. تحريض مستمر لاجتياح محافظة المهرة من قبل ميليشيا الانتقال ومن خلفها السعودية والإمارات، ما هو موقف لجنة الاعتصام من التحريض المستمر لميليشيا الانتقال تجاه المهرة وأبنائها؟ موقف لجنة الاعتصام السلمي ثابت للدفاع عن المحافظة منذ 2017 منذ قدوم القوات السعودية إلى محافظة المهرة. هناك تماسك قبلي واسع، هناك تحركات قبلية واسعة لمواجهة هذه الأخطار والدفاع عن المهرة. هناك تكاتف من جميع المكونات السياسية والحزبية والمكونات القبلية للدفاع عن المهرة بكافة توجهاتهم من ميليشيات الانتقالي ومن التحريض المستمر الإعلامي. فقط هو فزاعة إعلامية، الانتقالي لا يوجد له حاضنة في المهرة ولا في داخل القبائل الكبيرة التي لها صيت كبير في محافظة المهرة. لجنة الاعتصام السلمي ما تزال هناك تواصلات كبيرة مع كافة المكونات، تعمل وسط القبائل وسط الحاضنة الشعبية العريضة التي تمتلكها على طول محافظة المهرة للدفاع عن هذه المحافظة. ذكرت أن الأبناء المهرة يرفضون سلوك الانتقال في المحافظة وأن الانتقال نفسه ليس له أي حاضنة شعبية في المحافظة، إذن إلى ماذا تهدف ميليشيا الانتقال من خلال الدعوات لاجتياح المهرة ونشر الفوضى والاقتتال بين أبنائها؟ تهدف هذه هي لإثارة البلبلة داخل المجتمع المهري وإدخاله في يتون الصراعات واستغلال الأحداث الحاصلة في شبوة وفي الفراغ السياسي الذي تركه المجلس الرئاسي لعيدروس الزبيدي بالتفرع في القرار السياسي. فهي تستغل هذه الأحداث لجلب الصراع ومحاولة إسقاطها. لكن أبناء محافظة المهرة ما زال هناك مجتمع ذات نسيج اجتماعي قوي ومتماسك، لا يمكن اختراقه من قبل فئة أو أطراف لا توجد لهم أي حاضنة في المحافظة. ناهيك عن التكاتف المجتمعي من كافة القبائل والأحزاب والمكونات السياسية والشرائح حتى دور المرأة. اليوم تعمل حتى المرأة المهرية تعمل في جانب التوعية في وسط المجتمع المهري من خطر انزلاق المحافظة بيد هذه الميليشيات. ذكرت أن هناك مواقف مكونات سياسية وأحزاب والمرأة أيضا، هل هناك لقاءات لمكونات المهرة للوقوف أمام هذه التطورات الجارية في المحافظة؟ هناك تدارس جميع مشايخ محافظة المهرة مع التكتلات القبلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، عقد قبل أسبوعين ويتم التحضير له في محافظة المهرة ويتم تدشينه عبر مؤتمر جامع لكافة القوى
السياسية والحزبية والقبلية لرفض تلك الدعوات التي تصف أبناء المهرة بالإرهاب. هناك اليوم حملة مجتمعية وسط الناشطين وسط الشباب وسط المرأة وسط منظمات المجتمع المدني تستنكر تلك التهم الباطلة التي تلصق بأبناء المهرة بأنهم إرهابيين وبأنهم مكان للتهريب، وسط دعوات حتى لمحاكمة أو لدعوات النيابة لفتح ملف تحقيق في هذه الدعوات التي تطلق هنا أو هناك لكشف أباطيل هذه الميليشيات التي تحاول أن تستجلب تلك القوات إلى محافظة المهرة. فؤاد المسلمي مراسل قناة المهرية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وحول أهمية الحفاظ على المهرة آمنة مستقرة، أكد القائم بأعمال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة سالم أحمد السقاف أهمية الحفاظ على أمن المحافظة باعتبارها محافظة سلمية بعيدة عن الصراع. السقاف أضاف في منشور له على صفحته بالفيسبوك أن المهرة عاشت حقبا متعاقبة بعيدة عن صراع المركزي ومحاوري، فنعمت بالأمن والاستقرار نتيجة وحدة النسيج المهري المحب للسلم والأمن والسكينة. واعتبر السقاف أن أمن المهرة مسؤولية المجتمع ومسؤولية الجميع، ومحاربة أي ظاهرة لا تكون بالتشهير والتعميم والتهويل لتحقيق مكسب سياسي على حساب مصلحة المحافظة وأهلها، مؤكدا أن من ينشد السلم لن يكون أداة للحرب، ومن يدعي الحقوق لن يكون معولا للهدم والظلم، وأن من أراد أن يبني فلن يكون أداة تجريف لأسس وقيم المجتمع وأعرافه. أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي في بيان ختامي انتخاب هيئة جديدة للمكتب السياسي للمجلس برئاسة مدرم أبو سراج. وقال المجلس في بيان له عقب انتهاء جلسات مؤتمره الاستثنائي المنعقد في المهرة إنه كلف المكتب السياسي بإعادة البناء التنظيمي للمجلس وإعادة تشكيل اللجان الفرعية بما يلبي تطلعات أعضائه وأنصاره. وأضاف البيان أن المجلس الثوري يمد يده للسلام إلى جميع الأطراف ويرحب بأي خطوة للتقارب وإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة وتحقيق السلام العادل. يشكو العديد من الصيادين في مديرية قشم بمحافظة المهرة من ارتفاع أسعار الأدوات المستخدمة في صيد الأسماك، ويقول الصيادون إن ارتفاع أسعار أدوات الصيد أثر على أعمالهم ووقف عائقا أمام القدرة الإنتاجية لهم. المزيد في سياق التقرير التالي. تزامنا مع عودة موسم الصيد في مديرية قشم بالمهرة، يغتنم الصيادون والعاطلون عن العمل الفرصة ويسعون بكل طاقاتهم لاستغلال ذلك وجمع أكبر عدد ممكن من أنواع الأسماك سواء الحبار أو غيره من الثروات السمكية، حيث تتميز بحار المهرة بتنوعها وإنتاجاتها المختلفة طيلة العام. في مديرية قشم تبدأ هذه الساحلة في أسماك أيضا خمرين، يعني في بداية استقبلهم بداية موسم الخير. الحين مثلا هذا يقول له بنجيز ما ادري تربح، يعني يستقبلوها بشكل عام ويحافظوا عليها من تخريبات الطوارف. يعني في بدايه موسم يعني يستقبلوا موسم هذا تربح، وما شاء الله الحمد لله هذا خير كثير وانتاج. بس هم مش تكون الصيادين مش تكون من بترول غالي ومن المواد النفطية. ويعاني الصيادون في مديرية قشم صعوبات كثيرة نتيجة الحرب المستمرة في اليمن، حيث تقف الأسعار المهولة للمشتقات النفطية عائقا كبيرا أمام القدرة الإنتاجية للصيادين، إذ يرتكز نصف مجهودهم على توفير مبلغ لشراء الوقود العنصر الأساسي للإبحار. ويشكو الصيادون من مشكلات أخرى تعوق عملهم، منها الصيد العشوائي وغير القانوني باستخدام الأدوات الممنوعة والصيد في مواسم التكاثر، ما يشكل ضربة قاسمة لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الصيادين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وإيقاف الخروقات الحاصلة. الآن بداية الموسم الصيد لا بأس تمام، نعاني من البترول، بترول غلاء البترول،
ونعاني من المخربين هذول اللي يشتغلوا ليل. نحاول ان من الجهات المختصه ان يشوفوا على هذا الشيء ويمنعون هذا الخراب. وعلى الرغم من هذه التحديات الا ان الصيادين لا يزالون يكافحون متحدين الظروف الصعبه التي تعيشها البلاد، كما ان ارتفاع الاسعار والمواد الاساسيه في الصيد يمثل تحديا اخر يواجهه الصيادون بالتحمل والصبر في ظل عدم وجود اي بوادر ايجابيه من قبل الجهات المعنيه لمعالجه مشكلاتهم وتحسين اوضاعهم الاقتصاديه. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الإعلامي عبد الودود الجدحي. أهلا بك سيد عبد الودود. من خلال متابعتكم للوضع في مديرية قشن، هناك مشاكل كثيرة تحدث للصيادين، ما هي أبرز هذه المشاكل التي يعاني منها الصيادون؟ حياكم الله، سعيد جدا بأدور معكم في مديرية. طبعا موسم الصيد هو من المواسم المنتظرة بفارغ الصبر، ويستفيد منه الكثير من المواطنين سواء ابناء مديريه قشن او غيرهم ممن ياتون من المديريات الاخرى والمحافظات الاخرى. غير ان هناك مثل ما شاهدنا في التقرير بعض المشاكل التي تعيق الصيادين، ولعل اما الاصطياد العشوائي والغير شرعي ببعض الوسائل الممنوعه، وفي اوقات يعني لا يسمح فيها بالصيد. ناهيك عن الارتفاع الهائل في اسعار الادوات اللازمه للصيد وارتفاع المنتجات النفطيه، كلها مشاكل اثرت بشكل كبير وادت لضعف عمليه الصيد. طيب بالعاده دائما ما هناك جمعيات خاصه بالصيادين، هل هناك جمعيات تساعد الصيادين في التغلب على مشاكلهم او مناشدات للسلطه المحليه لحل هذه المشاكل؟ لا، في الوقت الراهن لا يوجد ذلك، لكن سابقا كان في خلال جائحه لبنان التي عندما تعرضت لوارد الصيادين للتلف والخراب، قامت يومها الجمعيه الكويتيه والبرنامج السعودي بتوزيع بعض القوارب مع معداتها لبعض الذين تعرضت للقوارب تضررت. لكن غير ذلك لا يوجد اي مساعده اخرى تذكر من اي منظمه اخرى او اي مؤسسات اخرى. اذا كان معنا عبر الهاتف الناشط الاعلامي عبد الودود الجدحي، شكرا جزيلا لك. في السياق التعليمي، نظمت كليه العلوم التطبيقيه والانسانيه في محافظه المهرة نظمت الحفل التكريمي والتوديعي لخريج الدفعه الاولى ل 111 طالبا وطالبه من قسمي المحاسبه واداره الاعمال للعام الجامعي 2021-2022. وتخلل الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين في المحافظة عروض إنشادية وكلمات حول الطالب العلمي وأخرى للمطالبة باستكمال اعتماد جامعة المهرة. وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين وتوزيع شهادات عليهم. مشاهدينا الكرام، نستعرض معكم أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة المهرة خلال الأسبوع الماضي. في هذا السياق نشاهد. بهذا القدر نكون قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية محافظة المهرة. نلتقيكم في حلقة جديدة مقبلة، إلى حينها دمتم في أمان الله.